الأخبار من اي تي في العدالة، وفيها سمو الأمير يتسلم شهادة تقدير من البنك الدولي كرائد للعمل التنموي العالمي. مستجوبو الجبري يؤكدون توافق الاستجواب مع الدستور والقانون ويطالبون الوزير بصعود المنصة. الإسباعي مهددا وزير الصحة، أسهل وزير يطير الشيخ. ومن العناوين إلى التفاصيل، استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير المالية نايف الحجرف ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد فريد بالحاج بن الصادق والوفد المرافق، حيث قدم لسموه شهادة تقدير من مجموعة البنك الدولي تقديرا لدور سموه كرائد للعمل التنموي ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي. قامت دولة الكويت ومنذ عام 1961 بتأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والذي ساهم منذ ذلك الوقت في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لأكثر من 120 دولة في العالم. كما ساهمت دولة الكويت وبكل فعالية واستمرار في جميع المؤسسات التنموية الدولية وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي، والذي تفتخر الكويت لأنها من أكثر الدول تعاونا معها في الخطط التنموية للدول النامية والأقل نموا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون اليوم معكم في دولة الكويت ممثلاً عن رئيس مجموعة البنك الدولي لتكريم سموكم وتقديراً لدوركم الريادي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم من خلال المساندات والمساعدات التي تقدمها دولة الكويت والتي تستفيد منها أكثر من 100 دولة حول العالم. سلم النواب رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال رسميا الرد على طلب الاستيضاح الوارد من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، واعتبر النواب أن طلب الاستيضاح الوارد من الوزير هو صورة من صور المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب ومحاولة خلط الحقائق. هذا الاستيضاح الحقيقة يعني استغربنا منه، الاستيضاح عن أمور واردة في الاستجواب نفسه وبالتحديد، ولما يطلب توصيات اللجنة في هيئة الزراعة توصيات معروفة، هذا دليل على أنه ما اطلع على هذه التوصيات ولا عمل شيء من أجل تنفيذها. نفس الشيء يطلب يعني أمور مثل واردة في نفس الاستجواب، ماذا تقصد بهذه مثل الحيازات وكذا، وإحنا ذاكرين في الحيازات أن هذه ما يتعلق بطريق السكة الحديد. ف واضح من يعني أسئلة أو استيضاح الوزير أن حتى الاستجواب ما هو قادر أنه يقرأ بالطريقة السليمة، مما يعني دعانا أن نقول أن هذا نوع من المماطلة والتهرب من مواجهة هذا الاستجواب. السؤال اللي وجهته في مختص لوزارة الإعلام، شنو الإجراءات اللي قمتم فيها بالنسبة لاستجوابنا السابق ومتابعة الموضوع؟ إلى الآن ما أتتني الإجابة. قالوا شكلوا لجنة تحقيق لكن لم يوفوني في أي شيء من الإجراءات التي تمت. إحنا دورنا الرقابة وتحقيق الصالح العام، وأنا بالنسبة لي هذا نوع من المماطلة وشراء الوقت. ونقول لي وزير الإعلام على كل احترام والتقدير لشخص الكريم، الصعود والاعتلاء المنصة، ورح نذكر كل الواقعة في الدليل والبرهان والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية، وكذلك كل الهدر اللي صار وتزوير الحقائق، فبالتالي علينا المحاسبة والرقابة. بارك الله فيكم، نسأل الله التوفيق والسداد.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعديلين بشأن مشروع قانون نظام السجل العيني. وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبول عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت بندا واحدا فقط، وهو المتعلق بالتعديلات المقترحة على مشروع القانون في شأن السجل العيني، وأقرت تعديلين على مشروع القانون. اجتمعت اللجنة التشريعية اليوم اجتماعها 26، وفي بند واحد وهو التصويت على التعديلات الخاصة بقانون السجل العيني. بعد ما انتهينا في المداولة الأولى في المجلس قدمت بعض التعديلات، 3 تعديلات، وصوت المجلس أو صوتت اللجنة على هذه التعديلات وتم الموافقة عليها في قضية أن السجل يكون سجل ورقي وإلكتروني رقمي. أوضح النائب الحميدي الإسباعي أن الإجابات التي وردته من الهيئة العامة للاستثمار كشفت وجود قيادي في الجمارك لم يقدم ذمته المالية ولديه تعارض مصالح، مضيفا ننتظر الإدلاء بأقواله أمام هيئة مكافحة الفساد تمهيدا لإيقافه عن العمل. وصلتني كل المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع، وتأكد الخبر لدي أنه فعلا في هناك قيادي لم يقدم الآن إلى اليوم إلى كشف الذمة المالية، وايضا في ايضا هذا القيادي ايضا في نفس التوقيت عنده مشكله في تعارض المصالح ومنظوره قضيته في لجنه مكافحه الفساد. تم تاكيد المعلومه اللي هي عندي مسبقا في هذا الامر. الامر الاخر ان الان يعني اول ما يدلي باقواله في لجنه مكافحه الفساد يفترض على الاخ الوزير ايقافه عن العمل لحين الفصل في هيئة مكافحة الفساد لأن هناك تعارض مصالح. وفي سياق منفصل قال الإسباعي إن ملف العلاج بالخارج فتح بعناية وقوة، قائلا للوزير باسل الصباح إن أسهل وزير يطير الشيخ وأن وقت اللعب انتهى على حد تعبيره. ولازم يعرف أنه أسهل وزير يطير الشيخ، ما يطير إلا الشيخ، لا يعتقد أنه ما راح يطير، وأنا قلتها دا أكثر مرة، الشيخ كل واحد يطيره، ودليل اللي طاروا 2 شيوخ، فلا يعتقد انه ما راح يطير، راح يطير من اول هزة، عليه تلافي السلبيات الموجودة ولا يتجاهل السلبيات اللي قاعد نعرضها له، ووقت اللعب ووقت الضحك انتهى معاك يا وزير الصحة. أصدر وزير الصحة الشيخ باسل الصباح تعليمات بإعطاء مهلة 6 أشهر للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقتهم الأمنية منذ فترة لتجديدها، وذلك نظرا لظروفهم الإنسانية. وقالت وزارة الصحة أن التعليمات جاءت ببادرة إنسانية ليتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية خلال الفترة من بداية شهر مايو المقبل حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2019.